تعال اطلع فوق، اطلع فوق هنا، تعال مش تعال. تعال اطلع فوق. ايه تعال بس. تعال لا ازيك عامل ايه؟ ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ خليك زي ما انت عندك كده. اسمك ايه الاول؟ عرفنا بنفسك كده. مصطفى سامي. منين يا درش؟ من اسكندريه. اسكندريه احسن ناس. منين من اسكندريه؟ عند زيزانيا. زيزانيا. زيزانيا احسن ناس يا باشا. تنورتنا النهارده هنا في البحيره. ايه رايك في البحيره؟ حلو. حلو ده منظور؟ زراعه بقى وبتاع، مفيش في اسكندريه الكلام ده. لا مفيش. هنا تحس ان في تفاؤل كده كل يوم. صح؟ زراعه غير المساكن والعماير والحاجات دي كلها، تلاقي هنا البيوت صغيره. الدنيا هنا جميله. طب ايه رايك في المزرعه بتاعتنا بقى؟ حلوه كويس. انت نورتنا النهارده انت والاسره الجميله دي. الكلبين بتوعك دول انت جايبهم هنا تدربهم صح؟ كنت حاجز لهم يا درش؟ حاجزهم شراسه وطاعه. شراسه وطاعه. طيب انت جبتهم هنا بناء عن ايه يعني؟ ايه اللي حببك في هنا في الشغل هنا او في الكلاب هنا او في الدنيا هنا عشان تدربهم يعني هنا؟ تدريبك حلو معاهم كويس، بتمرنهم صح. تمام. يعني وهنا عندك كلاب كتير وحاجات زي كده. عايزك تحكي لنا بقى درش، تحكي للجمهور كده، انت ربيت كلاب ليه؟ يعني حراسه ومتعه بالنسبه لي. حراسه ومتعه. تحب تربيه الكلاب. حاجه شدتك ان انت تربي كلب. حاجه شدتني. بيفيدوك في البيت وجودهم يعني في فايده؟ في منه فايده. صح. ايه مشاكلهم درش وايه اساميهم وايه بياناتهم بقى؟ يعني ايه قول لنا، انت معاك ولد وبنت صح؟ دي بنت اللي في الناحيه دي. تمام. وده ولد. تمام. ايه اساميهم؟ ايه اسمها البنت دي؟ دي اسمها لاسي. لاسي. والولد رعد. رعد. مربي كلبين مره واحده بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك. اول مره قادر عليهم ولا شويه؟ ثلاثه. ريكس. في ريكس كمان. بسم الله ما شاء الله، ده انت كده فاضل لك حاجه بسيطه وتفتح مزرعه. طيب لاسي واسمه ايه؟ رعد. ورعد مشاكلهم ايه معاك؟ مربيهم من امتى؟ يعني من حوالي ده رعد بقى له عندي كام شهر، انما لسه عندها من صغرها. ايه مشاكلهم معاك بقى؟ يعني مش بيهجموا قوي يعني. لما في حد مثلا بيغزل دي، ده بيهجم عليه. تمام. مفيش حراسه يعني؟ لا مفيش. تمام. طيب بتوكلوا مين يا درش؟ يعني ممكن اجنحه. مستوي ولا ني؟ لا ني، مش بياكلوا المستوي. مش بياكلوا المستوي. ايه شاطر الراجل ده، متابع ابو نور شكله على فكره. ماشي على تعليمات ابو نور صح. واخدين تطعيماتهم والحاجات دي كلها يعني؟ لا لسه. في دكتور معين انت ما تابعتش معاه؟ معاهم ما تابعتش مع حد؟ ما خدوش ولا تطعيمات؟ لا. ربنا ربنا يقويك عليه. طيب بالنسبه للذكر، انا شايف ان ودانه واقعه. ايوه ده مش عارف ايه. ما اهتمتش بيه ليه من صغره وعملت له دعامه وحاجات زي كده؟ لا ما مش من صغره، هو عندي ده عنده، هو جايبه هو قبل ده بشهر بس. انا عندي شهر، انما دي من صغرها وهي عندي. ربنا يبارك لك فيهم. قلت لي لاسي عندها قد ايه؟ لاسي عندها حوالي 9 شهور. 9 شهور. والذكر عنده 10. عنده 10 شهور. انت قلت لي المشاكل ان مش بيهجموا. طيب ده بالنسبه للحراسه، ان مفيش حراسه. طب بالنسبه للطاعه، الطاعه عاملين ايه معاك لما اقعد سلم؟ ولا طاعه حتى. مفيش. لا ده ولا ده. طيب انت في البيت طالعهم يا درش ولا رابطهم؟ يا ريت ترجع ما بينهم كده يعني. ايه؟ انا معاك، مالكش دعوه، انا سيبني نتحرك بمزاجي. تمام. طالعهم ولا رابطهم؟ لا في الجراج عادي، سايبهم مطلوقين. الجراج. طيب انت ما تعرفش يا درش ان لما نطلق كلبين مع بعض كل كلب بيمتص شخصيه التاني؟ يعني لو في كلب ضعيف بيقل من التاني، في كلب شخصيته قويه بيزيد التاني، الحاجات دي كلها. لا الاثنين اصلا في نفس مستوى بعض. مفيش حد قرب من باب الجراج كده جم هواويين وعملوا هو كذا مره بيعملوا هيجان يعني؟ بيهبدوا على الباب. بيعملوا تنبيه. لكن كان هم يمسكوا حرامي؟ لا. كدفاع او ان حد يحط ايده عليهم والحاجات دي؟ لا لا. طيب انت في سنه كام يا درش؟ ثالثه اعدادي. بتذاكر كويس ولا مهتم بالكلاب وساب دراسه؟ لا مهتم بالكلاب اكتر. لا ما هو ما ينفعش. ما احنا مش حابين كده، احنا حابين ان انت تهتم بالدراسه عشان تكون قدوه، حاجه حلوه كده. ماشي. تمام. وبعد كده الكلاب، يعني الكلاب في الوقت اللي هو الاضافي صح؟ ماشي اوكي. حبيب قلبي يا درش، في اي حاجه احنا نقدر نغيرها معاك؟ انت شايف حاجه مثلا معينه في الكلاب مزعلاك؟ يعني ودانه نايمه مش بيشرس كده. ودانه نايمه. احنا هنعمل اللي علينا قدام ربنا وهنعمل له دعامه.
تمام، ونسيبها بقى على الله يعني. وقفت وقفت، ما وقفتش احنا وحظينا بقى. ماشي مش مشكله. تمام. بالنسبه للسلوكيات بتاعتهم، في مشاكل انت حابب نغيرها؟ لا مفيش، هم انا نفسي يعمل مشاكل اصلا التدريب بس. اه تمام. طبعا انت قلت بناكله مني ويعتبر مربيهم من وهم يعني البنوته وهي صغيره، والولد عندها 35 يوم والولد هو كبير. اه تمام. طبعا باذن الله هنبدا نشتغل عليهم. انت عارف ان احنا بناخد رقم واتس بنعمل بيه متابعه. المتابعه دي فكرتها ان انت بتتعلم احنا بنغير ازاي، زائد ان باذن الله بعد ما تستلمهم لازم تشتغل على نفس البنود اللي احنا اشتغلنا عليها. التدريب اللي احنا بنعمله جزء، واللي انت هتعمله بعد ما احنا نعمل جزء ثاني، ده جزء اساسي. يعني انت عليك عامل رئيسي. يعني ما ناخدش الكلاب نروح نرميها في الجراج او نركنها ونقول خلاص كلابي اتدربت عند ابو نور، يبقى كلابك بقت تمام التمام والموضوع خلاص. لازم ان انت اللي احنا نقوله لك عليه انت تنفذه. يعني بعد التدريب لازم كل كلب يتربط على حده بعيد عن الثاني. مش مشكله الاثنين في الجراج، بس يكون في بينهم مسافات. تمام. لازم الكلاب دي تاكل في مواعيد، لازم قبل الاكل نشتغل معاهم تدريب طاعه. تمام. لازم من فتره للتانيه ان انا نخلي الكلاب دي تشوف الناس. ما يبوش مش شايفين حد خالص. تمام. نخرجهم نربطهم على باب الجراج بالليل في الوقت الهادي. تمام. لازم نخلي حد من صحابي يحاربهم عشان نعمل لهم اختبارات شراسه. تمام. فالحاجات دي هتكون مهمه ومطلوبه. يعني تكون انت مركز في الحاجات دي، مش ناخد الكلاب ونسيبها كده ونقول ايه ده الكلاب ما عادوش بيعملوا حاجه. اي كلب زي الطفل الصغير بالظبط، لو راح الحضانه او راح المدرسه وما حدش ذاكر له اكيد هينسى الايه يا جماعه اللي خده. تمام. زائد احنا هننتظم هنا معاهم في مواعيد الاكل، في مواعيد الشرب، الحاجات دي كلها. يعني ده هيكون تحسين للسلوكيات اللي عنده. تمام. انا شايف الكلبه بتحفر، هي فرحانه بالتراب، هي شكلها ما شافتش تراب قبل كده. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. باذن الله هنشتغل معاهم وهنتابع معاك. اتمنى بعد كل فيديو احنا نبعته لك بترد علينا. لو الشغل مش عاجبك ليك احقيه ان انت تاخد الكلاب تاني. لا. وتاخد فلوسك كلها. تمام. لو الشغل عاجبك بتقول لنا كلمه واحده، ربنا يقويك وكملوا شغل مع الكلاب بتاعتي. ماشي. تمام. ماشي. في اي حاجه في الحاله الصحيه بتاعتهم احنا نقدر نساعد فيها؟ لا ما اعرفش والله. انت مش شايف حاجه؟ لا مش انا شايفك يا درش ما بتحميش الكلاب دي كويس. لا ده كنت محميهم قبل ما يجوا، بس في العربيه بهدلوا نفسهم. تمام. طيب الحمى طبعا بعد كده هيكون اسبوع واسبوع، لا في فتره الشتاء. فتره الصيف هيكون كل اسبوع مره. تمام. عشان تعرف ان الكلب بيفرز ماده دهنيه لتقويه الشعر بتاعه. ما ينفعش الحمى كتير عشان ما يكونش سبب ان هو يعمل له جفاف جلدي. ماشي. في اي حاجه تانية؟ لا. انت نورتنا درش. تحيه لكل اهل اسكندريه وتحيه لزيزينيا بالاخص. تمام. تعرف ان انا بطاقتي اسكندريه ولا ما تعرفش؟ عارف. عارف. لا بس انا بحراوي. ماشي. الاصل بحراوي لكن البطاقه اسكندريه. ماشي. تمام. حبيب قلبي عشان عربياتنا اسكندريه بس. حبيب قلبي نورتنا درش النهارده انت والاسره الكريمه دي، وده شرف لينا، وباذن الله نكون عند ثقتك ونوصل لك الكلاب للمرحله اللي انت راسمها في خيالك. تحياتي ليك. وطبعا يا جماعه ده كان مصطفى والكلبين بتوعه. هنشوف دلوقتي الكلاب دي بعد كده في التدريب. اتمنى ان انتوا تتابعونا علشان لو اي حد عنده مشاكل زي الكلاب دي يغيرها معانا. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.